أم طارق من القصيم، تفضل يا أم طارق. السلام عليكم. عليكم السلام، قصر التلفزيون شوي، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. السلام. لو سمحت يا أخوي، خالتي عنده فلوس جمعت من اليتيم، والحين بلغ مليون، نصف مليون، هل عليهم زكاة؟ طيب شكرا. ايش تقول؟ خالته مجمعه يا شيخ اموال ليتيم وقد بلغت الان مبالغ كبيره، هل فيها زكاه؟ نعم بلا شك. وكيل اليتيم، وكيل اليتيم القاصر وليه يخرج الزكاه عنه بالنيابه ربع العشر من ماله. نعم.